القرار ديال إعادة الفتح المقاهي والمطاعم بالخدمة ديال الأمبورتي وبيان على ليفريزون. كان طبيعي أنني تشاورت مع الناس اللي معايا هنا في المحل، تشاورت معهم واتفقنا أننا نفتحوا المقهى كما قال السلطات نهار 26 ماي نهار الجمعة، رغم أن يعني راه كتحس بحال وليتي خدامه بواحد 20% تقريبا ديال ليفيكتيف، لا في السلعه لا في لي كليون لا في الخدامه تقريبا. ومهم كما قال نيت واحد السيد ما لومن بركونه ونبقاو باركين في الديور، ومنها خصنا ندورو شويه ديال العجله ديال الاقتصاد ديالنا باش نعتقوا هذا الشيء، فهمتي؟ حيت كورونا يعني خلات غتخلي واحد الاثر في الاقتصاد ديالنا، بغينا باش نعاونو بكل صراحه يعني على حنا على عتبه الافلاس يعني، ورغم ان الدوله عطات هذاك ضمان اكسجين ودفعنا ضمان اكسجين والبنك اللي تابع ليه وطلبوا منا شي وثائق يعني تعجيزيه بزاف كاع، وجمعنا هذوك الاوراق كاملين يعني سبعه الاسابيع وحنا كنجمعوا في هذوك الاوراق، اشاك فوا كيعطلونا اشاك فوا كيعطلونا، حتى صافي انا طلع لي الدم، انا قلت لهم صافي بلاش يعني صراحه القطاع ديال المقاهي والمطاعم كلا 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 العصا مزيان، حنا ماشي طالبين شي حاجه ولا هذا، هادشي على كل شيء العالم كامل يعني ميم با على القطاع ديالنا او المغرب او العالم كامل، وكلها اللي كنتمنى انا كل شيء خصو يخدم، كل شيء خصو ينوض يخدم باش نطلعوا الاقتصاد ديالنا شويه وصافي. بالنسبه للاجراءات اللي طلبوا منا باش نعاودوا الفتح ديال المقاهي والمطاعم والسيرفيس دو ليفريزون بيان سيرفيس امبورتي، يعني صراحه بالنسبه للقهاوي عاديين وهذا راه صعيبه بزاف، لي برودوي ديتيرجون لي برودوي ديال هادشي ديال لو جيل هذا غالي بزاف، يعني كيطلب واحد يعني واحد راس المال، من غير راس المال انك خصك ديماري به. انا صراحه ملي شفت القاري يعني فهمت ان هذا الميساج هذوك الشركات الكبار ولي لي كوند هذا الشفاش وهذا هما اللي غيستافدوا من هادشي يعني اكثر منا، ولكن ما عندك ما دير، خصنا ولا بدا نخدموا، ما يمكنش غتبقى بارك، خصك ولا بدا تجي تخدم ولا بدا. الاقبال انا نقول لك في لي كليون ديال لي كافي، حتى انا قهوه ما قدرتش نهضر على المطاعم، القهوه كليون ديال القهوه كاين يعني خصو البركه، فهمتي؟ خصو يبرك يتفرج لو كيسمع موسيقى الواي فاي جورنال، يعني كاين بزاف الخدمات كنوفروا لهم ما بقاوش هذوك الخدمات، يعني صافي كيولي خصو قهوه ديالو يزيد. لي كليون اللي كيجيو هذاك كيقول مثلا اللي دارو راسو ولا شي حاجه هكا ولا اللي مبلي بالقهوه كيبغي القهوه ديالنا مثلا ولا هذا كيجي كياخذ قهوه. مي الاقبال ضعيف، الا جينا نديرو غنكون ضعيف، حيت الا جينا القهوه كقهوه كغران في الاول ديالها خصك تاخذ القهوه على حسب المنطقه فين انت المالكين، المالكين كيتعامل يعني تخيل معايا انا غير الماء ديال كازا ماشي هو بحال الماء مثلا ديال مراكش، مثلا دي هاد الكيلو ديال القهوه هنا تعصرو في مراكش ما غيعطيكش لو ميم كو نهائيا. ثاني ذا كتحمض القهوه فهمتي، ما يمكنش دير لو سوكر غرانولي فهمتي، خصك دير طوباج يعني اوتوماتيكمون ولا بدا المذاق في الكارتون راه ماشي وافزاش. ضمن القرارات اللي فرضت علينا الوزاره ديال الصناعه والتجاره وكذلك الاتحاد العام لمقاومه المغرب اننا ننشئوا واحد الغرفه ديال العزل الطبي. هاد الغرفة يعني كتقول لك إلا شكيتي في شي مستخدم شكيتي فيه يعني طلعت سخانة أو بانوا شي أعراض ديال الكوفيد 19 أو كورونا ولا هذا، كتجيبو كتحطو هنا وكتصل بهذا الرقم. هذا الرقم درت ليه كوبي من لو كيد ديال سي جي ان، ها هو كنتصلو بهذا الرقم ونتمناو هادشي ما يوقعش، ولكن ولا بدا الاحتراز ولا بدا خصو. الاجراءات اللي تاخذوا دابا حاليا ديال المقاهي والمطاعم كاجراء اولي مزيان، لان دزنا واحد الفتره ديال الحجر الصحي اللي هي ما سهلاش، كان فيها انتشر فيها الوباء، سدوا فيها كاع المقاهي والمطاعم، صراحه افتقدنا القهوه، ولكن دابا حاليا ممكن تشرب القهوه ديالك واخا ما بقاش داك الشهر انك تدخل القهوه لداخل وتشربها لداخل وتجلس، ولكن كاجراء اولي مزيان على ما يرفع ارتفاع الحجر على ما يتحيد لنا الوباء، تاخذ قهوه ديال كومبورتو وتشربها معاك، شربها واقف عادي ماشي مشكل، واخا ماشي نفس
لو شارم انك جالس قهوه، ولكن مزيان بالنسبه ليا كاجراء اولي مزيان.